السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العائلة ديالنا كي دايرين الإخوة الأخوات، نتمناكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. أجبنا الكتالوج ديال نهار الجمعة إن شاء الله 8 سبتمبر. كاين عندنا هذا اللي كتشوفوا قدامنا، هذا راه كاين جهوي، يعني في جميع المحلات بإمكان هذا، كيكون عندنا الثلاث والجمعة، وكيكونوا بعض المرات كيكونوا جهويين أو بعض الأثمنة تخفيضية. اليوم عندنا واحد جهوي اللي غيكون خاص بمدينة كازا، راه غادي نلقاوه مور هاد الكتالوج ان شاء الله. ما تمشيو فين، خليكم معنا باش نعطيكم جميع لي ديتاي. ونتمنى الفيديو يعجبكم، وشكرا للتتبع ديالكم والمشاهدة ديالكم، اي جيم ديالكم راه كتزيد تفرحنا وتفرحنا باش نعطيو اكثر واكثر. قبل ما نبداو الفيديو ديما كنصليو على النبي، وان شاء الله نبداو الفيديو ديالنا. نبدأ بصلاتي على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ودابا غنتوكلوا على الله وغنبداو بأول منتوج. أول منتوج عندنا هما هاد جوج وسادات هادو اللي فيهم 500 غرام في الوحدة، والعبار اللي فيهم 70 سنتيم على 45 سنتيم، جايين لنا من ريش بوند، الثمن ديالهم اللي هو 50 درهم، اللي هي 1000 ريال. غنمشيو نشوفو عندنا واحد الناموسية، هاد السرير هذا ديال سفير لشخصين، ديال دو بيرسون، ماطلاس سفير دو بلاس. عندنا العبار اللي فيها اللي هو 1.90 على 1.40. عندنا واحد السوتيان ديال دورسال فيرم، وعندنا تيسو بلا كونفور فيرم، وجايانا باللون الكري كما كتشوفوا. هذا هو ليبيسور ديالها، فيها 25 سنتيم، وفيها هاد الكوفير هذا اللي شناه، شتي كتشوفوه كيحافظ الناموسية باش كتبقى نقية. جايانا بواحد الثمن ديال 1300 درهم، اللي هي 26000 ريال. كنتمنى من الناس اللي جربوها ولا عندهم عليهم فكرة يكتبوا لنا في التعاليق باش الإخوان الأخوات يستافدوا واش يقدروا يدخلوا عليها ولا لا. ندوزو لواحد ليزيكوتور بلوتوث، هاد السماعات هادو ديال شاومي ريدمي بادز فور مي، عندنا الكونيكشن ديالهم بلوتوث 5.3، كيتشارجاو بالزربة، كينقصو من الصداع ديال الزنقة. بالنسبة للشارج ديالهم كيديو 5 سوايع في حالة الاستعمال، وكيديو حتى 20 ساعة إلى بقاو في هاد لاكاز ديالهم، ما كيضروش في الودنين، وكيتشارجاو بالزربة، كياخدو 10 دقايق في كل 110 دقايق، يعني كل 10 دقايق شارجيناها كيديو لينا 110 دقايق، تقريبا ساعتين. كيتشارجاو بواحد شارجور ديال بور تيب سي، وجايين لنا من الكحل، اللوين ديال الكحل، ولا كارونتي اللي فيهم 12 اشهر، كما قلنا راه من الشركة ديال شاومي. وبالنسبة للثمن ديالهم راه 200 درهم، اللي هي 4000 ريال. غادي نشوفو واحد ساكادو بليابل، اللي هو واحد الحقيبة ديال الظهر للطي، قابلة للطي، جاينا بلي كولور ديفيرون، كاين كنشوفو هادو هما الالوان اللي عندنا فيها. وبالنسبه للابار اللي فيها، فيها 30.5 سنتيم على 17 على 40 سنتيم، من الشركه ديال ديناميك. وبالنسبه للثمن ديالها رخيصه بزاف، كدير غير 30 درهم، اللي هي 600 ريال. دابا غنشوفو واحد المجموعه ديال المنظمات لحقيبه السفر. هاد سيت اورغانيزاتور دو فاليز دو فواياج عندنا فيه 6 لي بيس. هاد 6 لي بيس كينقسموا على 3 كما كنشوفو هما هادو، وها كيفاش كيجيو في لا فاليز، كيجيو على هاد الشكل هذا. هاد 6 لي بيس كيتقسموا على 3 3 كما كنشوفو. عندنا لي ساك فيلي اللي هما الجن كما كنشوفو، وعندنا الاخرين لي ساك رونجمون، وكل 3 لي ساك فيهم ال والام والاس، يعني كيعاودو كيصغارو. جايين لنا واحد لارتيكل ديال تيسي اوكسفورد، وعندنا النوار والبوردو فيهم بالنسبه للالوان.
هتبقى نشوف الثمن اللي هو 50 درهم، 1000 ريال. جابوا لنا واحد الشمعة ديال ليد اللي هما بوجي ليد فينتاج اف اي فلام، اللي هما اف اي فلام دو فو اون موفمون، يعني كل ما تحركنا كيشعلوا. جينا بلا ماتيغ ديال 100% بلاستيك، وبالنسبه كيخدموا بثلاثه الحجرات ديال تيليكوموند اللي هما نو انكلي، ما داخلينش في هذه الاوفر هذه. بالنسبه ليهم عندنا الصغيره اللي في العبار ديالها 15 على 15 على 16 سنتيم، الثمن ديالها كتبقى 35 درهم اللي هي 700 ريال. وعندنا اللي كبر منها شويه، عندها 15 سنتيم على 15 على 26 سنتيم، كتبقى 45 درهم اللي هي 900 ريال. غنمشيو لواحد المعطر الجو كهربائي اللي هو ديفيسور داغوم التراسونيك. هذا كتعمرو وكيخلي واحد الريحه، كنديرو فيه الماء وكنديرو فيه واحد الليكيد ديال الريحه، كيخلي الريحه زوينه بصراحه. انا كجربته ولكن مصدقش ليا بصراحه. راه كيكون فيه واحد الفلتر كما كتشوفوا، هو هذا، هو هذا الفلتر اللي كيعطي ديك الريحه. كتهز 130 مليليتر، كتخدم بخمسة فولت، وكتعطينا ثلاثة واط. وعندنا واحد لوميير ديالها واحد الضو اللي هو من ليد، وكتخدم 110 فولت و240 فولت، من الشركة ديال ريكسون. وعندنا الكولور اللي فيها كاينة الكريمي والمارون. هذه الثمن ديالها كتبقى بخمسين درهم اللي هي 1000 ريال. كذلك جابوا لنا واحد الجهاز، واحد الجهاز ديال تدليك كهربائي اللي هو ميني اباغي دو ماساج الكتريك. عندنا واحد لي بي، واحد الرجيلات ديالو من ليمينيو ليد اي ماسور، كيشربوا واحد الضوء وكيماسيو. عندنا البوطونه ديال لا مارش ولا عري. عندنا الماتيريال ديالها هو لاباس وليد، بالنسبه للدياميتر اللي فيها هو 7 سنتيم. وباش كتخدم، كتخدم بثلاثه الحجرات، حتى هي ديال تيليكوموند، ما داخلينش معاهم ما محسوبينش. الشركة هي هايفر، والثمن هو 30 درهم اللي هي 600 ريال. بالنسبة هادشي اللي عندنا في الكتالوج ديال نهار الجمعة 8 شو تنبير، ولكن معنا واحد الكتالوج جهوي اللي خاص بمدينة كازا. الناس اللي عندهم ناس في كازا يبارطاجيو معاهم يوصلهم. غادي البيجامات، خليكم معنا ما تشوفين، انا غنطرقو ليه حاليا. بالنسبة لهاد الجهوي هو راه كيكون ديما ستوك ليميتي، خصو معدود، كيدير واحد ليكيداسيون خصو يتهناو. هذا تا هو راه بادي ان شاء الله من جمعة 8 سبتمبر في كازا والنواحي ديالها، راه داير تخفيض ديال 50%. بالنسبة للمنتوجات اللي جايبين هما هادو، كاين هاد القميص ديال النساء طايحين فيه كان 45 ردو ب25. عندنا هاد لباس للنساء تا هو ديباردور كان ب40 درهم، ردوها ب25 درهم. كذلك عندنا واحد لونسومبر دي باردور زايد سليب بوغ لي زونفون، كان كيدير 23 درهم، ردوه ب14 درهم. عندنا دي باردور ديال الرجال كان 30 درهم، ردوه ب18 درهم. كذلك عندنا واحد سو بوف اوم اللي هو واحد القميص رجالي، تا هو كان ب35، ردوه ب20. كذلك عندنا لي تيشيرت ديال الدراري لي غاسون، كانوا 33 درهم، ردوهم ب20 درهم. جايب لنا هاد الجوارب طويلة اللي هما لي كولون بيبي، من العمر ديال من 6 شهور حتى 36 شهر، الثمن ديالهم كان كيدير 15 درهم، ردوهم ب9 دراهم. كذلك عندنا واحد المجموعه ديال الملابس داخليه للاطفال كما كتشوفوا قدامنا، فيهم لي بونطالون زايد سوبول اللي طاي فيهم 4 سنين حتى 12 عام، الثمن ديالهم راه كان كيدير 65 درهم، ردوهم غير 39 درهم. هادشي بالنسبه للدراري وكذلك للرجال. عندنا الجوارب تقاشر ديال الرجال لي شوسيت بومبو او، هادو الثمن ديالهم كان كيدير 12 درهم، دايرين ليهم 7 دراهم. وكذلك عندنا واحد السروال القصير للبنات اللي هو شورت بور لي في، كان كيدير 11 درهم، الثمن ديالو ولا ب 800 درهم.
ذلك جايب لنا واحد الباك ديال 3 د 12، كانوا كيديروا 20 درهم، ولاو دايرين اليوم 12 درهم. هادو راه 12 قصار، يعني غادو شوفي ما كيفوتوش الشوفية. عندنا 12 ديال الدراري الصغار، تا هما عندنا الباك ديالهم كان كيديروا 20 درهم، دايرين غا 19 دراهم. وعندنا 12 ديال العيالات، تا هما كانوا 10 دراهم، راه دينهم 6 دراهم. وعندنا باك ديال الدراري تا هما ديال 13 3 13 تا هما صار ديال واحد الشوفية، كانوا ب 15 درهم دايرين 9 درهم. هذا هو الفيديو ديالنا ديال فيما يخص الجمعة إن شاء الله 8 سبتمبر. نتمنى الفيديو يكون عجبكم وتبقوا معنا حتى الأخير إلى فيديو لاحق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.